على طريقته كيفية إيجاد الخلفيات. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم نضغط هنا على الخلفيات والنمط، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الخلفيات، وهنا سوف تجد الخلفيات التي تريدها. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.